مع اقتراب موعد حلول السنة القمرية الجديدة بالصين، عم يستعد حوالي 700 ألف صيني بكمبوديا للاحتفال بهالمناسبة من خلال شراء الزينة والأشجار، وخصوصا شجر الليمون يلي بيرمز للثروة، كما وأنهم عم بيقوموا بطرد الأرواح الشريرة للعام الماضي من خلال رقصات الحية والأسد. بالفعل فينا نقول انه هالكلاب محظوظين، فهن عم بينالوا كل الاهتمام خلال اسبوع الموضه الخاص فيهم بنيويورك. حوالي 3200 كلب رح يشاركوا بهالايفنت، وكل شخص عم بيحضر كلبه ليبين بافضل مظهر. على الارجح انه يلي رح بتشوفوهم هلا هن اغرب احذيه شايفينهم بحياتكم. ذا شو اوبسيشن، هالمعرض المميز بنيويورك، عم يعرض 150 حذاء، بعضها بيعود لمشاهير خلال اطلالات شهيره بمسلسلات او سهرات، وبعضها مصنوع من العظم او دخله شعر وريش. ولكل المهتمين معكم لحد 13 نيسان للحصول على واحد من هالاحذيه. بسابقة غريبة شوي، طلب من المشاهير المشاركين بالجرامي أوردز الانتباه لطريقة لبسهم شوي والتزام قواعد صارمة، فممنوع ارتداء الملابس يلي بتظهر أسماء ماركات، كما منعت الأزياء الشفافة أو يلي بتبين المفاتن بشكل مبالغ فيه. المشاهير أكيد ما رح يكونوا مبسوطين، والمشاهدين كمان.